السلام عليكم أصدقائي، تطبيق جديد ربح المال لسه ما حدا نزله. إذا أنت أول مرة بتشوف هالتطبيق تكتب تم حتى نعرف تطبيق لساته جديد ما حدا نزله نهائياً. هاي عنا أصدقائي، فتحنا التطبيق فوريا، أعطاني 150 قرش. وهي عنا هون طرق السحب على ببارة، هاي أكيد بس بتركيا. باي دو بيعطيون خيارات تانية مثل مصر، بيعطيون باي بال أو فودافون كاش. أقل شي لسه هو 10 ليرات، يعني مبلغ بسيط. هون عنا أصدقائي اللي عم بيشتغلوا بالتطبيق واللي عم بيربحوا، بيعطيك الإشعارات. هون في عندك المستوى، هون عم بقول لك كمان الرباح مجوهرات. شاهد الفيديو، عندك كل هدول انت كل يوم بتشوفهم، يعني كل يوم بتاخد انت مكان. في عنا هون كتير أشياء، وفي عنا لعب، هاي عنا المستويات، ما بقولش في المستوى الواحد، انت هون بدك تلعب لعبة مربعات. وهي هون كمان كسبت من التطبيق. نضيف الأخضر، هيك كسبنا. صرنا مستوى الثالث. وهي أصدقائي وصلنا هو المستوى الثالث، رح عندنا هون زاد. أنا طلعت من اللعبة، هون لغيت الصوت، ما كن شايفين. بدي تلغي الصوت، تلغي من هون الموسيقى، صوت الموسيقى. هون عندنا في دردشة مع المسؤول، وهي والتانية إعدادات. في عندك هون دويرة، وعندك صناديق كمان بتربح منها. عنا هون 4000، عنا هون كمان 100 ليرة، عنا كتير أشياء. قبل لك هون شاهد الفيديو بيعطيك كمية أكتر. عم بعطيه هون اكس، بضغط انت هذا المكان بيطلع لك لون الزهري. بتعطيه الضفدع يكون هون معاكس، لازم يكون هون معاكس. تكبس ضيف هاد وهيك، عم بزيدوا المراحل. بعدين بنصل لهون، هون بدك ترتب. هون بدنا نحط الضفدع يكون معاكس.
وفي عنق بليهم في صندوق. هي عنا هون مستويات، المستوى التالت بتاخد 500 بشهادة فيديو، مستوى 13 بتاخد 1000، وبالتم بتاخد المستوى 123. هيا أصدقائي اللعبة نشتغل فيها، بنعطيك نزلكم إثبات السحب.